اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، ومعانا فقره يمكن من الفقرات اللطيفه جدا واللي احنا كلنا يعني كنا حابين ان احنا نتعرف على اللي فيها. هي فكره رائده جدا في الدول العربيه، مجموعه من الشباب، مجموعه من الدراجين العرب بيتجولوا في البلدان العربيه، بيتعرفوا على ثقافات الدول العربيه، ثقافات الشعوب، بينشروا فكرهم، وبالتاكيد عندهم رساله هنتعرف عليها كلها وعلى تفاصيل موضوع الدراجين العرب والتواصل بين الشعوب مع كابتن هيزع بن علي العبدلي امير دراج العرب والمستشار العام لفريق المملكه الذهبي للدراجات الناريه. بنرحب بيك معنا كابتن. اهلا بيك. الله يخليك. اهلا بيك، منورنا ومنور مصر بلدك. واسمح لي انا اول ما دخلت قلت الله على الحاجات الكتير الجميله اللي هنتعرف عليها، اللي على الجاكيت بتاعك اكيد كل نشان من دول او لوجو لاي طبعا شركه او اي فريق بيحمل معنى خاص، ولكن انا عايزه اعرف مشاهدينا بحضرتك وليه اصبحت امير دراج العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نشكركم على هذه الاستضافه، والحقيقه نحيي الشعب المصري من خلال الشاشه الجميله هذه، ونوجه لهم تحيه وسياده رئيس الجمهوريه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع من عزيمه مصر وشعبها واهلها. ارجع الى اسئلتك يا اختي الكريمه، بالنسبه لما تشوفيه هذا هي كلها تعتبر مشاركات او جزء يعني يعتبر من المشاركات، في اجزاء عندي يعني اشياء اخرى شاركت فيها ولكن المساحه ضيقه. لقب امير دراجي العرب هذا حصلت عليه اولا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل رجال استخاروا لي هذا الاسم. الاسم هذا طبعا اسم فخري يطلق على اي بايكرز او في مجال رياضتنا هذه، لا يطلق بصفة رسمية ولكن هي بصفة فخرية للأمانة يعني. وأشكرهم اللي وجدوا أني أكون أستحق هذا اللقب، وحقيقة يعني تم اختياري لهذا اللقب نتيجة يعني بعض الجهود اللي ببذلها في مجالنا العربي وتنقلي من بلد لبلد. أساساً أنا يعني خانتي في هذه الرياضة تعتبر حاجة يطلق عليها سولو. السولو هذا يعني شخص دائما يترحل من بلاد إلى بلاد، يصطاد الفرص لكي يحقق أكبر أرقام قياسية ينجزها في حياته، أو ما يعرف بالهيستري يعني يعمل له تاريخ كويس قبل ما يطلع معاش من الرياضة دي. فإحنا يعني لنا أشياء كثيرة طلعناها، مشينا في محلات سواء عربية أو دول صديقة أجنبية، اجتزت فيها أشياء خاصة بي أنا، تاريخ خاص يعتبر بي أنا، وهي مجال التحدي في شيء يطلق عليه في مجال رياضة الدراجات النارية، وهو التحدي قطع المسافات الطويلة. قطعت في أكثر من بلد يعني مسافات، مثلا على سبيل المثال 470 ميل متواصلة ما بين ميشيغان إلى برمنغهام في أمريكا. في فرنسا قطعت مسافة أكثر من ما يقارب 1200 ميل من باريس إلى كان ونوتو كارلو حتى ومارسيليا والأشياء دي كلها. لي طلع إن شاء الله اليوم متوجه من عندكم من هنا على المطار باريس لإعداد برنامج إن شاء الله هيبدأ بحول الله وقدرته بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله بإذن الله تعالى. وفي طلعة لنا أيضا في أمريكا، وفي تنسيق قريب إن شاء الله حيكون في مصر لطلعة من السعودية. طيب، هو السؤال بس اللي يعني بالتأكيد في أذهان كل المشاهدين دلوقتي، الدراجون العرب يعني من كم دولة، المجموعة قد إيه المشاركين فيها، وإيه الهدف من الترحال المستمر ده والرحلات الطويلة دي؟ هو المفروض يكون العدد أكبر شوية، ولكن لما تشهده المنطقة الآن من أوضاع سياسية وعدم استقرار في بعض الدول، فحرمت كثير من الشباب من المشاركات والتفاعل، رغم أنهم يحاولوا يجتهدوا على المستوى الشخصي أنهم يتواصلوا مع أبناء الحدود أو على أقل شيء على الحدود الإقليمية. يعني إحنا اللي حاصل معاهم الآن يعني أو متجمعين تقريبا الآن حدود 12 دولة عربية،
كم فرد؟ كم فرد من ال 12 دولة؟ لا هو يعني على مستوى الدولي لم ينسق لحد الآن، ولكن هو في تبادل الزيارات، يعني أبناء مصر بينزلوا مثلا على الأردن، وأبناء الأردن بيطلعوا على السعودية، هكذا في تداول. احنا كنا قريب هنا يعني في شهر تقريبا يوليو اللي عدى، كنت طالع برحلة من السعودية معي شباب، وأطلقت عليها قادمون حبا في مصر. كان مهمة الرحلة هذه أو دور الرحلة والهدف منها نخرص كل الألسنة اللي كانت بتتكلم على عدم استقرار الأم الكبيرة مصر في عملية ما يحصل، وتداول بعض للأسف القنوات في بعض الأشياء. طبعا احنا بايكرز ما لناش في مسائل السياسة، ولكن حبينا نعطي فكرة انه انا انطلقت من مكة المكرمة تحديدا من جوار الحرم الين اوصل مصر، فحبيت ابين للناس من النقطة هذه للنقطة دي انه في امان ولله الحمد. وجبت فيها اكثر من 9 محافظات مصرية، وخرجنا ودخلنا في يعني هدوء والحمد لله، وبالعكس التقينا حب الناس مو جديد على المصريين طبعا، ودي اكثر رساله يمكن بتبعتوها للعالم انه مصر بلد الامن والامان، او لما تجوبوا داخل اي دوله ايا كانت طبعا بتكون اكبر رساله على استقرار هذه الدوله. قولي في الاول، هو انتم معاكم سيدات في الفريق ولا لا؟ والله طبعا موجود في العالم العربي كله، احنا طبعا بالسعوديه استثنى في المساله هذه لوجود يعني قوانين طبعا. لا انا بكلم على النساء، هي اكثر عادات يعني طبعا عادات وتقاليد، يعني الست نفسها ما تقبل انها تكون قائدة سيارة او دراجة. ممنوع فعلا قيادة السيارات للسيدات في بعض الاماكن في السعودية. هو احنا مانعينه كشعب، يعني احنا ضد الفكرة دي. وهي مسألة تعصب، ولكن مسألة تعتبر دخولها جديد، ولكن طرحت ولا زالت تناقش في خطة 2030 اللي يعني وجه بها سمو ولي العهد. فان شاء الله يعني المساله هذه لو كان فيها خير حتنفذ اكيد، واذا كان لانه لازم يكون مراعاه للسيده، والدين الاسلامي اساسا حفظ كرامه المراه وراعى لها واعطاها الاولويه، والرسول عليه الصلاه والسلام برضه ايضا وصى فقال رفقا بالقوارير. تمام، كانت نصيحته واضحه. لكن نفهم من ده مفيش يعني سيدات ولا ايه؟ لا في مصر موجود. موجود في العالم العربي تقريبا بنسبه 90% موجود. يعني تستثنى السعوديه بس من وجود والله السعوديه لانه يعني وضعها وضع خاص. لا يعني هو مشكله، يعني ما ينفع انك تقحم رياضه جديده كالدراجات الناريه والست لسه ما بتعرف يعني تركب عربيه او في انواع معينه بقى بتستخدموها من الدراجات البخاريه، يعني مثلا الهارلي حاجات تانية بيبقى في انواع معينه ولا لا؟ حضرتك هي ما تتصنف كذا، يعني هي بتتصنف فئات. في اللي هي عندك في الاول شيء التجوال. التجوال هذه يعني اشياء ضخمه كبيره تتحمل السفر من بلد لبلد. على سبيل المثال مثلا في هوندا فيها الجولد وينك، ويعرف في العالم العربي عندنا او في الخليج عفوا بالتجوال او الرحال، ده المسمى اللي يطلق عليه. موضوع الجولد وينج هذا في فئه اللي هي الرفاهيه، مكنه كبيره وتقريبا هنا في مصر على حد علمي انها بتقفز من فوق ال 300,000 جنيه. الهارلي اللي هي الالترا دي الضخمة. بعد كده ندخل في مرحلة ما هي أقل شوية، مرحلة الكروز أو الكلاسيك. طبعا تتفاوت من سرعاتها وحجم المكنة والسي، يعني في بعضها زي الرحال هذا يمشي على طبلون 240 6 سرلت 1800 سي سي مواكب للعربية، يعني ما فيها كلام ويتعدى العربية. الكروزات دي في أشياء 1800 برضو بس تكون 4 سرندل، والقوة حقتها يعني 1800 سي سي أيضا، وتتدرج توصل إلى أقل شيء فيها تقريبا في حدود 400 سي سي. في فئة أخرى اسمها الريس اللي هي تستخدم في المسافات الطويلة والتحدي والسرعة اللي هي السبورت دي، وتستخدم في الشو أيضا اللي هو في الستاند. في الرحلة اللي هي البخارية اللي هي تبع السفاري في الرحلات والاشياء اللي هي بتكون مختصه للصحاري والاشياء هذه،
وضرب الأرقام القياسية في مسألة التحدي. بمعنى ايه؟ بتتحدوا في ايه؟ يعني بتعملوا ايه الجديد في كل طلعه او كل موكب؟ لكن قبل ما تجاوبني اسمح لي اسالك على البيتش باجي او الاربع عجلات، ده بيبقى موجود ولا لا؟ طبعا. لا 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 موجود. بيبقى موجود؟ موجود هذا، بس انه بيكون له يستخدم اكثر شيء في عمليه الشو اللي هي ستاند مع الفئات هذه اكثر من ما بيمشي، لكن موجود وفي ناس بتطلع، وبعدين له سرعات قويه جدا الباتش باجي. طيب هي الرحلات دي بتاخد وقت طويل، بيتهيألي يعني انك تمشي مثلا 800 ميل او 400 او غيرها، دي كلها مسافات طويله وبتاخد وقت طويل. الرحله بالنسبه لك بتبقى متعبه طول وقت السفر واستخدام الدراجه الناريه، بيبقى ده متعب او مجهد بالنسبه لك؟ انا لو اتكلمت عن موضوع التعب، فموضوع التعب اول ما انزل من المكان. لو رجعت على المكان هكمل. انت عشان بتحب الحاجه فمش بتحس بالتعب، لكن بتعد للرحله ازاي؟ 36 سنه في المجال ما شاء الله. بتعدلها بقى ازاي لما بيبقى معاك جروب وعاملين ايفنت معين؟ بتنسقوا ازاي مع الدوله؟ طبعا يهمني في الاول ان احنا نتكلم على ناحيه الامن، انكم بتامنوا ازاي وبتختاروا ازاي الطريق، وخصوصا انه في بعض الطرق بتكون في بعض الدول مش مؤهله لسير الدرجات البخاريه، يمكن بره مصر او في بعض الدول الاوروبيه بيبقى في اماكن مخصصه لده. بتعملوا ده ازاي وخصوصا انتوا بتسوقوا على طرق مفتوحه السرعه فيها؟ يعني بتامنوا ده ازاي؟ ايه المعدات اللي بتاخدوها معاكم؟ احكي لنا كده الجو اللي عامل للرحله. هو اي موضوع يبدا في عمليه زياره من دوله الى دوله مثلا، الواجب والمفروض انه يحصل تنسيق مسبق ما بين اللي هم فكروا في الفكره اساسا، سواء كانت جهات رسميه او كانت على مستوى اشخاص. انه اللي بيحدث بيننا وبين الاخوه مثلا في مصر هنا هذا مستوى شخصي، تنسيق شخصي اكثر من انه يعني تابع للدوله، جهات مختصه كالسياحه او كالشباب والرياضه مثلا. فاحنا بنعمل تنسيق، بندخل من المنافذ دي، هم اللي بيقابلونا، هم اللي بيكونوا عمليه التامين، ده اللي حاصل. ولكن المفروض انه يكون في تنسيق مثلا لو حصل بين دوله ودوله ومخاطبات واخذ وعطى في الاشياء هذه، فانه بيحصل يعني ترتيب زائد تامين وتسهيل امور والاجراءات بصفه رسميه، ويكون اي ايفنت او اي طلعه لها تامين سواء من الجيش أو سواء من الشرطة سواء من أي جهة تانية. طبعا ده اللي بيحصل المفروض، وبيتعامل بروجرام لكل بلد أو كل محافظة وتنقلات، ويكون مشروع مدروس يعني مدروس يعني من الألف للياء، ويقدم مسبقا طبعا للدولة المستضيفة والضيف، يعني يكون في بينهم تنسيق. أنا اليوم حكون فين عند وصولي؟ التسجيل والدخول إلى السكن بالليل. لو كان بالليل مثلا جينا بالنهار، بالليل يكون في ميتنج يحصل فيه خطه وشرح لكل الاشياء اللي حتصير بكره وتتعمل وتتنسق. يعني ده بيبقى بشكل مهرجانات مثلا او ده تنسيق المهرجانات. الرالي انا المفروض اكون في رالي في الاردن، اليوم يكون اخره اللي هو رالي تبع شركة البايكرز والنوتورك، ولكن بارك الله في الفريق عندي، يعني ما شاء الله قائد الفريق ومع أحد الأعضاء توجهوا للأردن مشكورين عشان يشاركوا في الرالي. طيب هي في نقطة كانت إسراء اتكلمت عنها، وهي نقطة التجهيز للرحلة برضو، يعني نقطة أنت بتجهز إيه الأولويات بالنسبة لك؟ هل بتاخد معك مثلا حاجات تستخدمها في رحلتك في سفرك في الطريق، بغض النظر عن الملابس طبعا والاحتياجات الشخصيه، في حاجات بتستخدمها مثلا للرحله نفسها للماكينه اللي انت ماشي بيها سواء كانت ايا كان النوع يعني في الانواع اللي قلتها لنا؟ تمام. بالنسبه للاشياء اللي انت تعنيها، في اشياء مهمه اللي هي للسيفتي. سيفتي على الطريق لازم يكون عدتي معايا. يعني انا عند اي حاله امرجنسي او شيء اوقف على جنب وابدا من بايكرز او بايكر انزل اشتغل ميكانيكي اصلح العطل اللي معي. هذا في حاله اذا ما كان معانا اسعاف، لانه احنا بنطلع رحلات
معانا عربيه اسعاف كامله ومعانا ميكانيكي لاي حاله عطل، ومعايا اللي هو الترولي بيتشال عليه اي دبابه عطلان لو استعصت الحاله. في حالات سفر زي مثلا انا بجي على مصر يكون معايا عدتي كامله، الحاجات الاساسيه، باخذ بعض القطع الاساسيه اللي هي قطع الغيار اللي اعرف ان هذه ممكن تعمل لي مشكله او تعمل لي اي حاجه على الطريق. ننتهي من الموضوع هذا نخش في موضوع الاخر اللي هو عمليه المخيمات والاشياء هذه نتيجه تعطل اجواء امطار كذا، تضطر اننا نوقف ونعمل كومباوند صغير كذا وبعد كذا نكمل. هذه الاشياء جدا مهمه. اضف الى ذلك اللي هي المستندات، كل ما يتعلق باوراق دخولك وخروجك واثبات شخصيتك وشخصيه البايك وملكيتك لي، ايضا اللي هي الرخص والاشياء هذه كلها مهمه. هو لازم اللي يشترك معاكم في الفريق يكون عنده يعني دراجه بخاريه، ولا ممكن يتم عمليه ايجار بقى او بيستاجر الدراجه دي من اي حته؟ لازم يبقى اونر يعني لازم يبقى المالك، ولا ممكن يكون مستاجر؟ سؤالك جميل جدا، وكنت حوجههم بعد شويه في صيغه نصيحه يعني. ولكن المفروض انه اي شخص يخش في اي فريق او ينتمي الى اي فريق لازم يكون عنده اول حاجه امتلاك رخصه قياده قبل امتلاك البايك. قياده سياره ولا لا قياده لا دراجه بخاريه؟ بالظبط. يكون عنده الرخصه اللي هي السواقه مش رخصه الملكيه. وبعد كده يكون عنده يملك بايك او الدراجه. اذا ملك الاثنين دي يعتبر كده هو دخل في العالم بطريقة رسمية ونظامية جدا. لكن دخوله ما يجب أن يكون تقنين، لأنه في للأسف لكل رياضة سلبيات وإيجابيات، ولكل رياضة يعني ناس كويسة ومخلصة وناس وحشة تسيء لها أحيان، لكل رياضة محب وكاره، لكل رياضة مجال وتنوع وتفنن، لكل رياضة أشياء كثيرة. فنصيحتي أنا للأخوان اللي هم قادة الفرق ووجهها من خلال هذه القناة اللي هي على مستوى عالمنا العربي، هذه سياسة أنا بحكم خبرتي في هذا المجال وعمري أقدر أعطي نصيحة، وإن شاء الله نصيحتي تكون ذات فائدة. فنصيحة عند دخول أي عضو جديد يتم أول شيء الخروج مع الفريق أكثر من رحلة وأكثر من طلعة حتى يتسنى لي وللفريق انهم يندمجوا في بعض ويكون محبته بالطريقه وقبوله بالطريقه المضبوطه المقننه. عكس ما اجي واحد اليوم اخذ اوراقه سجله ادفع رسومك مش عارف ايه كذا اخلص الاقيه يصطدم مع الفريق لعده اسباب، ممكن تكون على مستوى شخصي او عدم ادراك او عدم التزام بقوانين وانظمه. فاحنا نقول لهم يا كباتن لو سمحتوا اي عضو جديد لازم يدرس زي اللي بيقدم على وظيفه. حابب يقدم في وظيفه لازم في سي في، لازم في سؤال، لازم يجيب اوراق، في شو تشبيه عندكم اشياء كذا كذا لازم عشان يدخل في هذه الرياضه. فلو التزمنا بالكلام هذا والفريق ابدا مش بالعدد. الفريق بالتماسك. الفريق بادراك، الفريق اذا كان فاهم النظام مظبوط ويطبقه ومشي على الطريق وهو صحيح كذا يعني يرفع اسم بلده وده الشخص اللي حيشرف بلده برا. غير كذا انا اعتقد انه ما حينجح اي فريق. طيب كلمني عن يعني بالتاكيد انت بقالك زمن طويل في موضوع الدراجات الناريه ده، بقالك كام سنه وكان ايه اطول مسافه مشيتها مثلا بدراجه بخاريه وكانت في وقت قد ايه؟ والله مشيت انا في السعوديه اكثر شيء في مجال التحدي. اول حاجه انا ذكرت انه في المجال هذا تقريبا لي 36 سنه. وطلعت اكثر من رحله في تحدي مع الذات مع نفسي. انا احاول لانه ما احب اجبر شخص يمشي معي مثلا 1800 كيلو 2500 كيلو. صعبه جدا صعبه جدا. بعضهم ما يقدر يمشي 500 كيلو او بعضهم ما يقدر يمشي 200 كيلو، يعني قدراته ما تعطي. هذا على المستوى المحلي. على المستوى الإقليمي طبعا طلعت أنا أكثر من مرة الخليج على البايك.
الكويت، الامارات. طبعا هذه مسافه رايح 2000 كيلو وجاي 2000 كيلو. الكويت 1000 تقريبا و600 كيلو انطلاقه وعوده كذلك. بتاخدها في قد ايه؟ بناخذها في 17 ساعه تقريبا، 16 ساعه حسب ما هو انت يحكمك في موضوع القياده، اجواء مناخيه. يعني غير ذلك الاستعداد منك انت اثناء القياده، هل انت ملوله او انسانه الطريق ده كل ما طال معاك بيريحك وبيبسطك اكثر. طب سريعا، عشان البايك حتى سمعتها معروفه في الطريق العادي، وبيقولوا عليها ساعات غلطتها بتبقى بجون، ربنا يحفظكم يا رب. لازم يكون في خبره عاليه قوي لما حد يدخل في المجال ده، وخصوصا يبقى رحاله لمسافات طويله. هل بتهتم بخبره العضو الجديد او المشترك لسه معاكم في المشترك الحديث لسه في الفريق، ولا انتوا بتدربوه وبتاهلوه عشان فعلا يقطع معاكم المسافات الطويله دي؟ جميل جدا. بالنسبه اول شيء اصحح معلومه صغيره. هو المكن او الموتوسيكلات او الدراجات هي ما تندرس كذا او ما تؤخذ بهذا المأخذ، هي تؤخذ بايش؟ اول شيء الالتزام بانظمه وقوانين دوليه وضعت، يعني مش عندنا، اللي عندكم هنا في امريكا وفي الصين وفي اي بلد. التزام الشخص بالقوانين في ايه؟ في وسائل السلامه، يعني انا لما اركب على البايك زي ما بنشوف بندانه، البندانه دي ما تكون تحت الهلمت. الخزن. او تكون بعد ما خلاص يعني بقفل البايك وانتهي واوقف واخذ ريست اروح لابس البندانه. في ناس بيمشي لمؤاخذه لا هلمت ولا شيء، راسه عاري، جسمه عاري، ما في عنده اي لا سيفتي في المؤاخذه في الشوز، ما في جلافز، ما في اي حاجه من وسائل السلامه. انا دائما كنت اقول في عام انه البايك او الدراجه البودي تبعها انا. انا اول حاجه تحصل في اكسيدنت او لو بس حد ميل علي او شخص من جنبي معدي او بايك ثاني، انا اللي باخذ ايه الصدمه. تمام. وانا اللي باخذ الوجع والالم، فانا لازم اكون ايش؟ ملتزم بالوسائل دي كلها. انت شرفتنا، احنا عايزين نستمتع بالمعلومات الجميله دي منك، بس احنا عارفين ان انت عندك طياره، وبنشكرك كمان على وجودك معانا وانك كنت حريص النهارده انك تكون موجود عشان توصل رساله سلام وحب لكل الشعوب، مش بس على المستوى العربي ولكن على مستوى العالم. بنشكرك شكرا جزيلا الكابتن هيزع بن علي. يعني ايه هيزع؟ هيزع هذا وهزاع اسامي للاسد. الله، الليث، غضنفر، كذا، كلها من اسامي الاسد. بس هيزع هذا تصغير لهزاع. كابتن هيزع بن علي. وسامي عربية على فكرة عندكم. طبعا أسامي جميلة. في مطروح وفي سينا أسامي بدو. نورتنا كابتن هيزع بن علي المستشار العام لفريق المملكة الذهبي للدراجات البخارية، شكرا جزيلا ليك، نورتني، وربنا يحفظكم ودايما كده بترفعوا اسم البلدان العربية كلها على مستوى العالم. الله يخليك. أنا أول حاجة أشكركم كلكم الأستاذ وحضرتك اللي استضفتوني، وانا رحلتي فعلا لفرنسا في تنسيق برضو في هذا المجال. وفي نقطه مهمه جدا ان شاء الله اوجهها، يعني رساله لاخواننا، القادم احلى فيما يتعلق ان شاء الله برحله جميله حتكون على اراضي السعوديه محلون فيها العالم العربي باذن الله. تم التنسيق فيها ان شاء الله، والدراسه الان قائمه عليها. تمام. وهذه بشاره لاخواننا في مصر، أول الناس يمكن يسمعوا. بشرة جميلة، وإن شاء الله ترفعوا دايما أسماء بلداننا العربية النبوية. طبعا إن شاء الله. وثقافة حلوة قوي. أنا نفسي يمكن يا محمد كمان انتشر في شوارع مصر في الفترة الأخيرة البينك بايك أو الدرجات البخارية اللي لونها بينك، اللي هي البنات. البنات النقطة دي بتاعتك بقى. أيوه بالظبط. لكن في بنات كتير عندها الجراءة دي حتى إن هم يركبوا عجلة. بس أنا نفسي ثقافتنا والشعب يكون متعاون شوية مع الناس اللي حابة تعمل ده شيء أتمناه. والناس اللي بتخاف ممكن تركب بيتش باجي، أنا من الناس دي. أنت بتحب إيه يا محمد؟ لا هو يعني البايك ولا هي سواقة الموتوسيكلات ليها متعتها بالتأكيد، بس في ناس برضو بتحب تركب العربيات. أنا من النوع المفضل العربيات أكتر. أأمن يعني. وبالتأكيد هي من الرياضات الجميلة والحاجات اللي إحنا شايفينها بشكل جميل. إحنا بنشكر كابتن هيزع بن علي العبدلي، وبالتأكيد بنشكركم مشاهدينا. فاصل وهنتكلم معاكم عن صناعة الدواجن بعد الفاصل.